وليس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة قسما للغة العربية، وأقرب قسم في مكة قسم اللغة العربية في كلية الشريعة. يومها أتذكر والدتي وهي تصر على أن تنتقل معي إلى مكة، مرددة ما أخلي والدي يتغرب. حملت ملفي لكلية الشريعة قسم اللغة العربية، وكنت أتخوف من أن لا أقبل، ولست أعرف مصدر هذا الخوف. لذلك وضعت داخل الملف الجريدة التي نشرت أسماء الناجحين والتي جاء في صفحتها الأولى أنني الثاني على مستوى المملكة. مسجل الكلية الأستاذ محمد صالح ألطف فتح ملفي، سألني: أنت الثاني في المملكة؟ إيه جاي تسوي عندنا؟ نبغى نلتحق باللغة العربية. قال لي: شوف لك كلية غيرها من شان مستقبلك. ولكنني أصررت على أن ألتحق بقسم اللغة العربية. هز رأسه وقال لي: بكيفك، وقبل ملفي. انتقلنا إلى مكة. لم تكن المسألة المادية تشكل لنا مشكلة، كان إيجار بيتنا في جدة كفيلا بتوفير بيت لنا في مكة، وغرفة من بيتنا في جدة كافية لإقامة والدي فيها، غير أن المعاناة الحقيقية هي أن أنتزع هذه الوالدة من بيئتها ومجتمعها في الرويس لكي تنتقل معي إلى مكة. وقد فعلت، ذهبت معي إلى مكة وعاشت ال4 سنوات، ولم تعد إلا بعد أن انتهيت من مرحلة البكالوريوس وعدنا جميعا إلى جدة. ساعدني كذلك أن تزوجت بعد السنة الأولى مباشرة، وأصبحنا في البيت 3: أمي، أختي، وزوجتي. ورزقت بابني الأول وبنتي الأولى، وأنا لا أزال طالبا في الجامعة، وأحمد الله على توفيقي.